أيضا ينضم إلينا من لندن عبر خدمة سكايب السيد عبد العزيز غنية، الكاتب والمحلل السياسي. سيد عبد العزيز، أهلا بك في أخبار الغد. كيف يمكن أن نقرأ ونجمع معا هذه التحركات الأمنية والزيارات والتحشيدات على الميدان، وكما يقول مراسلنا أو كما قال بأن هناك انطباع في تركيا بأن ربما ساعة الحسم ستكون خلال أيام أو خلال ساعات، ما رأيك في هذا المشهد؟ بالتأكيد هناك مسارين يسير عليهن الملف الليبي وحلفائه، لحلفاء كل طرف، الملف العسكري والتجهيزات العسكرية والتجهيزات السياسية الدبلوماسية، وكلها بانتظار ردة الفعل الأمريكية وردة الفعل الدول النافذة في مجلس الأمن بالدرجة الأولى التي يمكن أن تعلن ترفع الكرت الأحمر لكل الأطراف لكي تقف عن العمليات العسكرية. مجموعة الميليشيات والاحتلال التركي الآن يحاول استخدام ليبيا كمكب لمجموعة من المتطرفين الذين أصبح متورط بهم، وهم الذين كانوا يقاتلون في سوريا الآن أصبحوا عبء على تركيا، تحاول إنتاج هذه، اسمح لي بأن أقول إنها قمامة التطرف، بإعادة تدويرها في ليبيا لتحقيق المصالح الاستراتيجية التركية. تبحث تركيا من خلال زيارة وزير الدفاع التركي إلى قطر، تبحث عن الدعم المالي، وخاصة أن هذه الحرب سيكون الاستنزاف المالي لها كبير جدا. تحاول أن تسير الطائرات بشكل مستمر لتحويل المتطرفين من تركيا إلى ليبيا. يحاولين مجموعة فايز السراج ومجموعة المجلس الرئاسي والعصابات الموجودة عن بجانبه ودواعش المال العام إلى تحويل عقود هؤلاء المرتزقة، هؤلاء الإرهابيين الذين تم جلبهم من تركيا، إلى شركات أمنية لدعم حكومة الوفاق لسلب مزيد من أموال الدولة الليبية. تحشيدات كبيرة على محور سرت، على محور الجفرة، وربما حتى استخدام بعض الميليشيات المحلية التي يمكن شرائها بالمال لكي تنقلب على الجيش. طيب سيد عبد العزيز، هنا على الضفة المقابلة، إذا ما دمنا نشهد تأثيثا للمشهد الأمني والسياسي وعلى وتيرة متسارعة، وتأثيثا للمشهد الحربي في سرت، وكما تقول التوقعات وكما أسلفنا بأن ساعة الصفر ربما تدنو في أي لحظة أو في أي ساعة أو في أي يوم، على المعسكر المقابل هل توجد وتيرة مقابلة متصاعدة بنفس الزخم من الاستعداد؟ نعم، هناك وتيرة عالية جدا بين أفراد الجيش الليبي والقوات المسلحة وحلفائهم. جمهورية مصر العربية تقود تحالف سياسي كبير، أيضا تستعد عسكريا إلى أن تدافع عن أمنها القومي بالدرجة الأولى، وتدافع أيضا عن الليبيين. رأينا في اجتماعها مع مجموعة من شيوخ القبائل، الرئيس السيسي اجتماعها مع رؤساء شيوخ القبائل، يحاول أن يضمن كل الأغطية أو الغطاء القانوني الشرعي الاجتماعي الأهلي لتدخل عسكري حاسم لإنهاء التواجد التركي في ليبيا. طبعا آخر محاولات الجيش عندما كان في العاصمة طرابلس هو لتوحيد ليبيا، للأسف ما زالت ليبيا ما بين أيادي براتن الملف الدولي الخارجي، ما زال الاستنصار بقوة خارجية هو سيد الموقف منذ 2011، وللأسف الشديد هؤلاء الموجودين في طرابلس الآن يبتزون باقي الحكومات. إيطاليا، مالطا مثلا اجتماعها مع تركيا لضمان أن لا تتحول منطقة طرابلس هؤلاء المتطرفين إلى الجزيرة المالطية أو إلى إيطاليا. إيطاليا تحاول أن تتعامل مع الملف بكل هدوء لأن مصالحها الاستراتيجية من نفط وغاز وشركاتها العاملة هي عاملة في الغرب الليبي تحت سيطرة الميليشيات، وبالتالي لا تستطيع أن تظهر تفاعلا عاما مع المبادرة الأوروبية الأخرى التي تقودها فرنسا وألمانيا واليونان ضد التدخل التركي في ليبيا على جنوب البحر الأبيض المتوسط. طيب هنا هل من المنطق، هل من المرجح أن يتم التعويل على المجتمع الدولي وهو يراقب إن كان بالتصريحات السياسية أو بأقماره الاصطناعية أو من خلال دراساته يراقب ما الذي يجري في ليبيا وماذا تفعل تركيا وماذا تكدس من عتاد ومن مرتزقة؟ هل من المنطق التعويل على موقف دولي؟
ليس كثيرا حقيقة. رأينا إخفاقات الموقف الدولي بليبيا، لم يدين جرائم الميليشيات عقب 2011 بعدما أسقط النظام السابق، لم يدين كثير من الانتهاكات، اغتيالات للسفراء، ابتزاز لكثير من السفارات، الكثير من الشخصيات، احتضانهم لمجموعة من المتطرفين ما بين تنظيم الإخوان المسلمين إلى ما تنظيمات داعش، التكفير والهجرة وغيرها من التنظيمات التي أرعبت وقتلت ليس الليبيين فقط بل حتى الرعايا الأجانب داخل ليبيا. الآن ينظر إلى التحالف العربي الآخر الذي تقوده مصر، الإمارات، البحرين، السعودية، السودان لاحقا، هذه تمتلك من العناصر البشرية والمالية الكثير لأن تغير معايير الحرب وأن تطفي بارود البرميل المتفجر داخل العاصمة طرابلس. طبعا على المستوى الدولي ليس هناك لاعب أهم من الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا رأينا الجانبين يحاولوا أن يضمنوا التواصل مع الإدارة الأمريكية لأن تتيح لهم مجال من أو مرونة في تعاملهم مع الموقف العسكري. الولايات المتحدة الأمريكية سفيرها طبعا يمتلك الكرت الأحمر لأن يقول لهذه العمليات أن تتوقف. رأيناها فيما سبق في 2014 عندما هاجمت مجموعة ميليشيات فجر ليبيا العاصمة طرابلس، كيف أن خرجت السفيرة الأمريكية ديبورا ولم تطلق طلقة واحدة. فالمجتمع الدولي تربطه مجموعة من المصالح ولا تربطه فقط مجموعة من الأمنيات للشعب الليبي المسكين البسيط الذي أصبح ضحية هذه المؤامرة الكبرى. طيب دكتور عبد العزيز، الآن كل العيون كل الحلول تقول إن الحل بيد مصر إذا ما استخدمت القبضة العسكرية، ومعروف حجم الجيش المصري وحجم القوة النارية التي يمتلكها وكذلك ترتيبه العالمي. متى تعتقد أن هذه اللحظة ستحين وستكون عملية الحسم مصرية بامتياز؟ تكون العملية عندما يتوفر الدعم اللازم لجمهورية مصر العربية، الدعم العربي، الموقف العربي المشترك الذي يمتلك الأموال ويمتلك الإرادة السياسية حيال معركة ليبيا. وهذه الإرادة السياسية لابد أن تقودها دول كبرى مثل السعودية مثلا، وجود الإمارات غير مخفي، الأردن، كذلك الدول الأخرى التي عانت وتعاني من الإرهاب وربما ستعاني أكثر من الإرهاب مع ارتفاع وتيرة الخطاب الإعلامي المجيش لعواطف الناس وأنه هو احتلال وأنه غير من ذلك. يغيب الدور الجزائري حقيقة، وهو يتطلع الكليبيين إلى دور سياسي جزائري فاعل. أجلت زيارة رئيس البرلمان عقيلة صالح إلى الجزائر لمقابلة الرئيس تبون، تسعى الجزائر الآن لربما إطلاق مبادرة أخرى مماثلة للمبادرة المصرية بينها وبين تونس من أجل أن يجلس الليبيين على طاولة الحوار. عندما نقول الليبيين البسطاء من الطرفين حقيقة يسعون إلى حل ليبي، ولكن التدخل التركي لن ترده لا الأمنيات ولن ترده حقيقة التطلعات لأن يكون هناك قرارا ليبيا منفصلا عن أنقرة وعن تركيا، وهذا ما يطبل له الإخوان المسلمين والمجرمين الذين يعتبرون اليوم قادة سياسيين أو قادة أمنيين في العاصمة طرابلس. وحياة المواطن أمامكم، يعني أمام كل الليبيين يعرفون أن من يتحكمون اليوم في العاصمة هم مجموعة من دواعش المال العام ومجموعة من المجرمين. شكرا. وفرت لهم تركيا الحماية. الدكتور عبد العزيز غنية الكاتب والمحلل السياسي ضيفنا من لندن، شكرا جزيلا لك.